أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج كريدو. موضوع حلقة النهاردة وهو سؤال كده جاي بيقول: هل الكلمات اللي قالها القديس بطرس الرسول للسيد المسيح لما قال له كده أنت هو المسيح ابن الله الحي، بقول كده هل هذه الكلمات فعلا قالها القديس بطرس الرسول، ولا لما اتكتب فيما بعد العهد الجديد والقديس متى الرسول كتب الكلام ده بعد القيامة ووقت اللي هو الكرازة والبشارة كتب هذا الكلام؟ فده سؤال بيقول حد جاي بيسأل السؤال ده. طبعا القديس بطرس الرسول هو فعلا قال هذه الكلمات، وخصوصا اللي بيسأل بيقول ان هو بيقول يعني هل القديس بطرس الرسول قال انت هو المسيح بس، ولا من البداية قال له أنت والمسيح ابن الله الحي زي ما هو موجود في إنجيل متى معنا دلوقتي؟ فده السؤال هنا السائل بيسأل: هل ده القديس متى اللي أضاف ابن الله الحي فيما بعد، ولا ده كان من البداية؟ في الحقيقة هو الإجابة هو القديس بطرس الرسول بالفعل قال هذه الكلمات، والكلام ده حصل لما كان السيد المسيح مع تلاميذه وذهب إلى قيصرية فيلبس، مكان كده اسمه في قيصرية فيلبس، وهناك سأل السؤال وقال لهم كده: من يقول الناس عني إني أنا ابن الإنسان؟ فهنا طبعا التلاميذ ابتدوا كل واحد يقول له بيقولوا عليك يوحنا المعمدان، وشوية قوم بيقولوا عليك إيليا، وشوية بيقولوا عليك إرميا، وقوم يقولوا عليه أنه ده واحد من الأنبياء. فالمسيح وجه للتلاميذ السؤال وقال لهم: طب وانتم بتقولوا عني اني انا مين يعني؟ فكان رد القديس بطرس الرسول وقال له كده انت هو المسيح ابن الله الحي. ما اكتفاش انه يقول له انت هو المسيح، مع العلم ان عند اليهود معروف هو معروف ان المسيا مش مجرد انسان عادي، بل يرقى كما جاء في المزمور انت ابني وانا اليوم ولدتك، فمعروف ان المسيا مش مجرد انسان بل هو ابن الله. فلكن القديس بطرس الرسول بالفعل قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، ودي ما كانتش إضافة بعد القيامة، بعد قيامة المسيح، أي وقت كتابة الإنجيل تم إضافتها كما ممكن السائل بيقول، أو ممكن حد قال كده، لكن بالفعل هي كلمات أصيلة. والذي يؤكد على هذه الكلمات أنها صحيحة كم حاجة، منها أول حاجة أن السيد المسيح نفسه حينما رد القديس بطرس بهذه الكلمات وقال له أنت والمسيح ابن الله الحي، فالمسيح نطوب بالقديس بطرس وقال له كده: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا بل أبي الذي في السماوات. وهنا بيقول له الحقيقة أن أنت ما قلت المسيح أو المسيح ابن الله الحي مش أنت اللي قلتها من نفسك، بل الآب السماوي هو من أعطاك أن تنطق بهذه الحقيقة، وقال له كده أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، ويقصد أن الصخرة أن الكنيسة هذه تبني على الصخرة التي أعلنها بطرس، وهي أن المسيح هو ابن الله الحي. وبعد كده يكمل الحديث. تاني حاجة تثبت أن طبعا القديس بطرس الرسول قال الكلام ده مش محتاج أن هو يكتب لسه بعد القيامة في العهد الجديد، هو أن القديس بطرس نفسه أعلن هذه الحقيقة مرة أخرى في وقت آخر. لما نقرأ في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 6، وقتها السيد المسيح كان بيعمل مقارنة بين المن اللي ربنا أعطاهم لليهود في وقت لما كانوا في برية سيناء، وكان بيعطيهم المن اللي نازل من السماء، والمسيح بيقول كده: ليس كما أكل أباكم المن في البرية وماتوا. وبعد كده بيعمل بعد كده زي مقارنة ان المسيح قال كده انا هو الخبز الحقيقي، وهو قال لك انا هو الخبز النازل من السماء، واللي هو يأكله يحيى الى الابد ويحيى في المسيح. وبعد كده ابتدى يتكلم عن ان المسيح ان هو جسده، ان هو يقدم جسده للمؤمنين يأكلوه، وقال كده جسدي مأكل حق ودمي اللي هو دمه مشرب حق. طبعا لما اتكلم في بعض الناس اعثرت، بمعنى قال كده ايه ده، هو ازاي ده هيدينا جسده عشان ناكل والكلام ده، فما قدروش يتحملوا هذا الكلام فمشوا من وراه، وما عادوش يعني ما بقوش من يسمعوه مره تانية، وما بقوش من الخاصه بتوعه. فسيد المسيح التفت الى تلاميذه وقال لهم: وهل انتم تريدون ان تمضوا؟ يعني قال لهم كده
أتريدون أن تمضوا أنتم أيضا؟ فهنا رد القديس سمعان بطرس وقال له كده: إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. وقال له كده: ونحن آمنا وعرفنا أنك أنت هو المسيح ابن الله. يعني هنا اعتراف آخر من نفس الشخص الذي ربما يعتقد سائل أنه ليست العبارة الأولى التي قالها القديس بطرس الرسول في إنجيل متى حينما سأل المسيح عن من هو، يقصد عن نفسه، وبطرس أعلن قال له: أنت والمسيح ابن الله الحي. مرة أخرى القديس بطرس الرسول يعلن هذا كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 6 نفس الكلمات بنفس الطريقة، قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وهنا أكبر رد على أي حد ممكن يسأل سؤال بتشكيك أو سؤال لمجرد أنه هو عايزين يثبتوا أن المسيح ابن الله. لا، مش إحنا اللي عاوزين نثبت أن المسيح ابن الله، ده المسيح هو من كرز عن نفسه أنه هو ابن الله. وحضراتكم لو تفتحوا إنجيل يوحنا في مرات كثيرة نجد على سبيل المثال الحصر في يوحنا 5 حينما قال المسيح لليهود: تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. وهنا كان المعنى أن هو في بعض من الناس اللي حواليا هم أموات في الخطايا، ولما يسمعوا صوت ابن الله اللي هو بيتكلم عن نفسه اللي هو المسيح يعني ابن الله، والسامعون يحيون، يعني في ناس هتتوب وهتقوم منها من موت الخطية. فهنا المسيح يعلن عن نفسه أنه هو ابن الله، فمش محتاج لسه بطرس هيقول ولا لسه أنا هقول ولا حضرتك هتقول، ده المسيح اللي أعلن هذا في الإنجيل المقدس. كمان مثلا لو حبينا نجد كمثال آخر نلاقي مثلا في يوحنا 9 لما المسيح شفى المولود أعمى، وبعد ما شفاه وطردوا اليهود ان هم عاقبوا المولود اعمى وطردوه بره المجمع بعد ان شهد للمسيح وان هو اللي شفاه، فالمسيح اوجده وقال له: اتؤمن بابن الله؟ فقال له: من هو يا سيد حتى اؤمن به؟ قال له: الذي يكلمك هو. فجاء وجاث امامه وقال له: نعم يا سيد اؤمن. وهنا المسيح اعلن عن نفسه انه هو ابن الله، ودي طريقه يعني كمان في الاعلان. وجاء الرجل جاث إليه ساجدا وقال له: أؤمن يا سيد. وهنا كنوع من الاعتراف بألوهية المسيح أنه هو ابن الله. كمان في أمثلة أخرى نجد مثلا حينما تكلم المسيح مع اليهود في يوحنا 10 وأنهم فهموا أنه هو حينما تكلم وقال كده: أنا والآب واحد، وحبوا أنهم يرجموه. وطبعا المسيح أعلن قال لهم كده في مرات إن هو الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم تقولون له أنك تجدف. ليه بقى؟ لأنه هو قال أنه ابن الله. فالمسيح أعلن في مرات كثيرة، منها حينما أعلن لتلاميذه أن العازر حينما قال العازر حبيبنا قد نام، وهنا وقال كده: أنا ذاهب لأوقظه. وهنا أعلن لهم إن الموت ده مش لأي حاجة غير لمجد الله، لكي يظهر مجد الله ولكي يتمجد ابن الله. فهو أعلن عن نفسه أنه ابن الله. وكذلك مريم ومرثا حينما آمنتا حينما جاء المسيح وقالوا له: لعازر الذي تحبه قد مات، وقال أعلن وقال لهم كده: إن آمنتم ترون مجد الله. وقال لهم: أنا هو القيامة والحياة، ومن آمن بي ولو مات فسيحيا. فهو كان الإعلان بتاعهم اللي هو قالهم كده: نحن قد آمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي. ونفس الكلام اللي هو هنا قاله بطرس الرسول برضو اتقال هنا في قصة إقامة العازر في يوحنا 11 اللي هو: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالمسيح نفسه في مرات كثيرة أعلن عن نفسه أنه ابن الله، مش محتاج أي حد مننا اللي هو يثبت أو يحتاج حد بعد القيامة. هو الإنجيل فيما بعد، يعني مثلا لما نلاقي القديس ماركوس الرسول بيكتب الإنجيل بتاعه ويقول كده: بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. فكان هو قصة الإنجيل أن ما رأوه في المسيح أنه هو ابن الله كما أعلن عن نفسه وكما هم آمنوا،
وبعد ذلك ابتدأ يكرزه بأن المسيح هو ابن الله، حتى يوحنا الحبيب أو يوحنا اللاهوتي حينما كتب الإنجيل فقال، نجد في يوحنا في الإصحاح 20 لما قال كده، اللي هو هذه كتبت لكي تعرفوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. فعاوز يقولهم أن يسوع الشخص اللي كان قدام منكم ده وكان بيمشي هو المسيح ابن الله، وكأن يسوع اللي هو الإنسان اللي قدام منكم هو المسيح. والمسيح ده اللي يعرفوه اليهود اللي هو المسيح أو المسيح، والمسيح معروف أنه هو ابن الله في التقليد اليهودي، فهو المسيح ابن الله. وده كان إعلان عن حتة الإيمان بابن الله اللي هو المسيح. طبعا المسيح كتير كان بيقول الابن، مثلا يقول لك إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا، وهكذا استخدم كثير من كان لقب ابن الله والابن، لفظ الابن يعني. وبنفس الطريقة نجد يعني أشهر آيات والناس بتحبها كلها، وهي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فدي برضو من ضمن الحاجات. نثنائيل نفسه اللي هو حينما واحد من ضمن اللي هم دخلوا من ضمن تلاميذ المسيح، حينما دعاه فيلبس وأعلن له السيد المسيح اللي هو قال له هوذا إسرائيلي لا غش فيه، ودي كان لها قصة قديمة. فهنا نثنائيل قال له أنت بالحقيقة ابن الله وأنت ملك إسرائيل. قال له ليه؟ عشان قال له على أمور ما لم يعرفها أحد، فهنا أعلن أنه هو ابن الله. كتير من الآيات التي تثبت أن المسيح هو ابن الله. واليهود لما فهموا، اليهود حكموا المسيح على عشان قال كده أنه قال ابن الله وكرز عن نفسه بأنه هو ابن الله، وحسبوا أن هذا بالنسبة لهم تجديف، واللي هو قالوا كده أن أنت وأنت إنسان بتجعل نفسك إلها، أي أن هم يروه بالرغم من هو شافوا المعجزات كلها وإقامة لعازر وغيره وغيره وغيره، إلا أنهم عاوزين اللي هم يفضلوا الأمة اللي هم ماسكين كل حاجة، اللي هم كرؤساء الكهنة والكتبة، ويفضل كل الناس تحت رجليهم، يرفضوا مجد الله وعمل الله وخلاص الله. لكن بالنسبة لنا احنا كمسيحيين نحن نؤمن كالإيمان الذي أعلنه شخص المسيح، أنه من خلاله نقدر أن نصل إلى الآب السماوي، من خلال دم المسيح، من خلال عمل المسيح. في النهاية أشكر حضراتكم على حسن مشاهدتكم، منتظرين أسئلتكم على ميل البرنامج الموجود على الشاشة، منتظرونا في حلقة جديدة من برنامج كريدو.